إن شاء الله يجي معنا مكة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيش نقاش يا شيخ؟ يا شيخ فيش سؤال؟ استنى. يا شيخ عندي سؤال يا شيخ. كيف أمريكا والسعودية تقود العالم نحو السلام وهي تلقب الشعوب في سلام؟ كيف تقاتلوننا على الأمن وأنتم تحاصرون وتروعون إخوانكم في اليمن وفي قطر وقمتم وسندتم انقلاب 90 في الجزائر وانقلاب مصر وانقلاب تركيا؟ أنتم وقفوهم إنهم مسؤولون. إنهم مسؤولون. وكيلكم الله. أنتم التي سيدون من آل سنون. يا دعاة الزيوت. أنتم يا دعاة الزيوت مسؤولون يوم القيامة بوقوفكم. السكوت عن الفتنة. السكوت يأتي الآن ليعيضنا وهو يفتي بقتل إخواننا في اليمن مثله مثل الروافد في إيران. لا قول لك لنا اليوم ولا سمع ولا طاعة. يا عبيد أمريكا نحن نعبد الحرية والأمن لأننا في بلاد الأمن والحرية. ينصب الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة. أما أنتم فأحكية الطوابير سأطلع لكم وتلاحقكم من أجل أن يعلم القيامة. لا خلاص لا خلاص العلاج هكذا مع هؤلاء. اسمح لي من فضلك. العلاج الساكت عن الحق كمن لا حق له. انتم هم تتفرجون عمن ابكى. هو يدعي في الحرم الى ولاد الخمور الذين يقتلون الشعوب وانت تقول لي لا تتكلم. انا ضيف الرحمن وفي بيت الله والجيوش فلا تفتني. او الدياثة هل الدياثة وصلت بكم هكذا؟ سمان امام يدون دي فتوى pour tirer les gens au Yémen. C'est eux-mêmes qui ont fait l'embargo sur Qatar. Ils ont supporté le coup d'État en 92. Pour l'Algérie, pour l'Égypte, pour la Turquie. Ne me touche pas. Ne me touche pas, je suis dans un pays de liberté. Je suis un musulman dans un pays de liberté. Par exemple, au but. Par un abdaï pour le mal. Abda wa khatab fadawri al-an. Abda wa khatab fadawri al-an. عندما يمجدون السلاطين على حساب الشعوب يريدون جعل أوطان للمسلمين على مقاصد خدمة لأمريكا. يا عبيد أمريكا لن يغني عنكم ترامب وبني سلول يركبون شعوب العالم في سلام. لا يقودون العالم في سلام. قبحها الله من وجوه هذه التي تدعو للسوء. يا من سندتم يا سويس، يا من سندتم انقلاب 92 في الجزائر تتحملون الدماء. vous avez soutenu le coup d'état en 92 à l'Algérie, en Égypte, en Turquie et vous avez fait l'embargo pendant le Ramadan au Qatar. vous assumez votre rôle. Monsieur, je suis l'invité de Dieu, je suis dans une mosquée, ne me touchez pas, je sors tout seul. Il n'y a pas de scandale, je sors tout seul. Ok? Il n'y a pas de scandale. Je suis dans un pays de liberté. Je suis en Suisse. Si je dis ça, là où je suis dans le pays de l'Hamaï, 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 je suis dans le pays من وجوه. يا عبيد أمريكا ويا عبيد الأنظمة قبحكم الله من وجوه.